واضح. دونك باش تقول لي كارت يونيفرسال تخدم لك موديلات كل مستحيل، تخدم لك ماركات معينه، ماركات ما تخدمهم لكش. شو تحب نوصل لك ولا؟ هذه حاجه لونانيه. الحاجه الثانيه، كي تجي انت مروحه البرانيه تلقى مروحه 310 ومروحه 340 وكل مروحه والخبيله نتاعها، هني الكارت يونيفرسال اللي تحكي عليها اللي باش تخدم لك الفونكسيون. فهمت ولا فهمتيش؟ حبيت نوصل لك ولا؟ فهمتك. هما ديجا فيهم في الموتورات في الكومبرسور وفي الفونتيلاتور 3 فيتاس. فما فيتاس كيما نقولوها كي يوصل للبومب دي كونسيون. ما يهمنيش الفيتاس. انت باش نعطيك فما فازة أخرى في الانفرتر ما تعرفوا واش. شفت بعد ما تسكروا الانفرتر ماك سكرتوا أنت الديوتي سكرتها قصدها الضوء. أي. توقف المروحة. تاخذ طيح فيتيس توقف طيح الفيتيس وبعد تعاود ترجع سونس كونترير باش تخرج لك باش تنظف لك السيرفاس اللي موجود. صحيح ليش؟ باهي حاجه اخرى. باهي هذه حاجه. حاجه اخرى، حاجه اخرى خلنا نتكلم في الهواء في الريح. في الريح تعمل لك تعمل شو مانيتيك اخرى ترجعها كارت كي الاسبيراسيون تعمل بعد ما توقف. بحاجة اخرى بالنسبة للبروتوكول يقولوا الانفرتر يخدم ما بين 220 نقولوا 220 نقولوا 240 حتى 135 ولا يخدم على 110 ولا حاجة. لا خويا الغالي فما دو فما لا 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 هذه غلطة. لحظة لا بشوية لحظة لا 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 غلطة افهمني ساعة. قلت لك يقولوا ما قلتش أن يقول، قلت لك يقولوا. بالنسبة للي يخدموا على الريزو 220-240 راهي الكونسيبسيون بتاع الكارتة نوع، واللي يخدموا على الريزو 110 اليوم نحكي على أمريكا راهو الكارتة نوع. علاش؟ على خاطر أنت مربوطة بالبارتي أليمونتاسيون في البريمير. نعم فهمتوني ولا؟ مربوطه بارتي الماتاسيون في البريمير، مش نفس لي كومبوزون، مش نفس الفلتراج، مش نفس الريدريسمون، مش نفس الوقت، ماهوش كيف كيف. دونك مستحيل كم تلقى كارتا في الوقت الحاضر تخدم لك ما بين الزون 240 حتى 110. كي جات تخدم 240 حتى 110 مش اني تجيني في شي دو تونسيون تطيح لي 180 فولت تمشي تضرب لي الكارت. يعني تولي ما عادش تضرب، يعني حتى كي تقص لك نوتر من الشارع توصل لك تونسيون في الدار 160 الكارتة تخدم بيسك عندها الزون نتاع من 240 ل 110. فهمتوني ولا فهمتونيش؟ نعطيكم حاجة أخرى، نعطيكم حاجة أخرى بالنسبة للانفرتر التصليح نتاعو 80% ماهوش كارتة. لا ملاحظة صغيرة سامحني. تفضل. الانفرتر بصفة عامة أنا حسب ما نعرف ثم حاجة مهمة جدا، حاجة مهمة جدا للكارت اللي هو التير الأرضي. باه معك. نحن عندنا نحن نخدمه برشا 90% نخدمه من غير أرضي من غير تير. اللي هو التير راهو في الكارت الإلكترونيك بتاع الانفرتر مهمة جدا جدا جدا. تعرفش علاش سمحني سي؟ قلت يعني قداش مرة قلت؟ باه مرة. تعرفش علاش سي أمير تعرفش علاش؟ ثم ملاحظة قلت أنت المرة فاتت ملاحظة سمحة عجبتني برشا حكاية الفونتيلاتور تبقى تدور فيها الريح. باه الكارت الالكترونيك هذوما تاع الانفرتر تبدا فيهم نقول نحن فما مرات تبدا فيهم شارج فيهم الضوء.